اتصف العدو أوديسا ليلة أمس مجدداً في حين أسقط المدافعون الأوكرانيون صاروخين روسيين من طراز كروس أطلقا من البحر الأسود باتجاه ميناء يوجني. ولا تزال فرق الطوارئ تعمل على إزالة عواقب القصف الصاروخي الذي ألحق أضراراً يوم أمس بمنشأة عسكرية ومقبرة ومبنيين سكنيين، حيث اندلع حريق في المبنى المكون من 16 طابقاً استغرق إخماده نحو ساعتين. وقد أسفر القصف عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة عمرها 3 أشهر وإصابة 18 آخرين. ورأي ما يسميه الوزاة منشأة عسكرية مضربه اليوم بأسلحتهم عالية الدقة يسمونها منشأة عسكرية، كما قصفت القوات الروسية ليلا قرية بافلهراد في إقليم دنيبرو. دمر صاروخ مبنى الإنتاج لمؤسسة صناعية، في حين استهدف الآخر البنية التحتية للسكك الحديدية. قتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما ودمرت 8 مبان. عشية أمس سقط أحد الصواريخ أيضا على أطراف القرية، خلف حفرة يزيد عمقها عن 4 أمتار وأصاب أحد أنابيب الغاز. الهجمات على خاركيف لا تتوقف. يواصل الغزاة القصف المكثف على المستودعات والمناطق السكنية بالمدينة وإقليمها. وبسبب هجمات يوم أمس وبحسب البيانات الأولية قتل 3 أشخاص في منطقتي تشيهوفسكي ودرجاتشيفسكي وأصيب 7 آخرون. شمال سالتفكا ومناطق أخرى عانت من القصف. تعمل وحداتنا في هيئة الطوارئ الحكومية وسيارات الإسعاف على مدار الساعة لإجلاء الجرحى والقضاء على عواقب القصف والدمار. في إقليم سومي تهاجم القوات المعادية من الأراضي الروسية بلدات بيلوبول ونوفاسلافوسك وبوتيفيلا. في اليوم الماضي ونتيجة للقصف المدفعي على قرية أتينسكي حطمت جميع النوافذ والأبواب في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية. ألحقت أضرار بهذه المؤسسة لكن دون وقوع ضحايا، لم يصب أحد من الناس. وفي قرية بويارو ليجاتشي أيضا تعرضت منازل ريفية بسيطة ومناطق سكنية للقصف. في إقليم دانيتسك يواصل العدو تركيز جهوده الرئيسة باتجاه سلافيانسك كراماتورسك، ويحاول تطوير هجوم باتجاه منطقة هولايبولي، وينفذ عمليات هجوم واستطلاع لتحديد نقاط الضعف في الخطوط الدفاعية للقوات الأوكرانية. في اتجاهي دانيتسك وتفريسكي يقصف العدو بشكل مكثف مواقع قواتنا باستخدام الهاون والمدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على طول خط التماس. في اتجاه أفديفكا يقوم العدو بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي. في ماريوبول لا يتوقف العدو عن قصف الوحدات الأوكرانية المحاصرة في مجمع أزوفستال، ويوجه ضربات صاروخية جوية من القاذفات الاستراتيجية التي تلحق المزيد من الدمار في المدينة. تفوح منها رائحة احتراق، لم أتعرف حتى على الحي. قصف العدو إقليم لوهانسك 12 قذيفة خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة في بلدتي هورسكوي وزلطوي. كما كثف العدو عملياته الهجومية في اتجاهي سيفرادينيسك وباباسنا، حيث تدور هناك معارك ضارية. عثر على جثتين لامرأتين تحت الأنقاض في باباسنا، ودمر ما لا يقل عن 7 منازل ومركز للشرطة. بالإضافة إلى ذلك استهدفت منازل في سيفرادينيتسك وليسيتشانسك ونوفادروشسك وروبيجني.